بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا عبر قنوات الكأس الرياضية، هنا تحديدا من استاد حمد الكبير ضمن الجولة السادسة من دوري النجوم QMB، اللقاء الذي يجمع النادي العربي أمام نادي الشحانية، خامس الترتيب العربي أمام ثامن الترتيب الشحانية. من خلال هذه الجولة يدخل الفريقان لحصد النقاط الثلاث، ويا لها من نقاط ثلاث مهمة إن كانت بالنسبة للعربي أو الشحانية للوصول ربما إلى صدارة مؤقتة كانت. وإن استطاع العربي أن يحقق الانتصار فإنه سيعود إلى الصدارة مؤقتا إذا ما فاز على الشحانية، وإن استطاع الشحانية الانتصار على العربي فإنه سيكون في ثاني الترتيب مؤقتا بجوار السد. ولد حيل ودائما يقول لك من يجاور الكبار ايش يصير، ياخذ منهم يكبر معاهم يصير منهم. لذلك الشحانية يريد أن يفعل ذلك إذا ما استطاع تحقيق النقاط الثلاث أمام النادي العربي من خلال هذه الجولة. إذن ثلاث نقاط مهمة تجعل العزيز في الصدارة وتجعل الوافد الجديد في الوصافة، هكذا يرى الفريقان هذه النقاط. يقود هذه المباراة عموما لدينا حكم المباراة سيد خميس الكواري، يساعد المساعد الأول زاهي الشمري والمساعد الثاني خالد عايد، ولدينا الحكم الرابع فيصل الشمري، المساعد الإضافي الأول سلمان فلاحي، والحكم المساعد الإضافي الثاني معتصم أحمد، ويقيم الحكام عادل صالح يراقب المباراة لسهير ناكيميف، ولدينا المنسق العام عبد الله الأنصاري. هكذا هي الأمور بالنسبة لهذه المباراة. عموما مشاهدينا، العربي كالعادة بلونه الأحمر في الجهة اليمنى، وسيكون لدينا الشحانية في الجهة اليسرى باللون الأزرق. العربي اليوم مع لوكا بوناتيتش يأتي بحراسة المرمى، مسعود زراعي رقم 22 خط الدفاع، يوسف رمضان، أحمد إبراهيم، ياسين يعقوب، وعبد الرحمن وليد المقدمة لي خط الوسط، عبد الله معرفي، أحمد فتحي، دييغو جارديل، جاسر يحيى، محمد صلاح في المقدمة، وما يلسون بالنسبة لهجوم النادي العربي. أما بالنسبة للشحانية وسيد جوس موريسيا غونزاليس المدرب الأسباني الذي يأتي به خليفة دوسري الذي يقبل رأس لوكا، لأن لوكا كان مدربا يوما من الأيام لنادي الشحانية تحديدا من 2014 إلى 2016، كان لوكا بوناتيتش مدربا للشحانية والآن يدرب النادي العربي. عموما خليفة الدوسري حارس المرمى الشحانية، لدينا نادر عوض في الجهة اليمنى، العماني، الفارو، ميخيا رقم 5، يونس يعقوب 44، رضا شنبي رقم 14 في الجهة اليسرى. وسط الملعب سيكون أمامهم أولا مصطفى جلال، بعد مصطفى جلال ستجد سعد حسين وسلطان الكواري، المقدمة ليوسف هاني جهة يمنى، كيسي أمانجوا رقم 9 في الجهة اليسرى، وكلاوديو لوتشانو في المقدمة بالرقم 10. ننتظر مسعود زراعي وأيضا يكون جاهزا، لأن يجب أن يبدأ حكم المباراة، يعني ما يهم أي لاعب إلا الحارس، حكم المباراة ما ينطر إلا لحارس مرمى. يعني مثلا لو كان الآن العربي كلهم موجودين ومسعود جاهز وما كملوا 9 في الملعب عادي يبدأ المباراة، ما عنده مشكلة، لكن أهم واحد أن يكون اللاعب الجاهز طبعا هو حارس المرمى، وهذا ما شاهدنا من خلال خميس الكواري. ينتظر أن يجهز مسعود زراعي، ينطلق هذا اللقاء كما ذكرنا الشحانية في الجهة اليسرى ولدينا العربي في الجهة اليمنى. فقط للتذكير مشاهدينا الكرام، لدينا العربي خامس الترتيب، هنا لدينا البداية جول. لا 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 لا
التسلل. هذا هو القرار الذي يأتي الآن من المساعد الأول. هذه بداية مثيرة، هذه بداية قوية. هنا تأتي البداية وتأتي الاستشارة، وسنشاهد خميس المري واتخاذ القرار. ما حدث في اللقطة الماضية، هل هو تسلل؟ هل اللاعب كان في اللعبة؟ سنشاهد. هنا لدينا مسعود، التدخل، سقوط اللاعب في أرضية الملعب. هل منع الحارس؟ هو على أرضية القرار. غاية في الصعوبة، نعم، قرار غاية في الصعوبة. لاعب سقط في أرضية الملعب، إنزين ما له دخل، واقع في أرضية الملعب، لكن كان في المكان الذي وقع فيه، حجب عن مسعود زراعي أن يذهب ويتصدى للكرة. إنزين هل كان قبلها في خطأ؟ الله يعين، حالة تحكيمية صعبة للغاية عند الثاني رقم 45 من مباراة العربي والشيحانية. أعتقد أيضا على الحكام هي صعبة. هل اتخذ القرار السليم أم لا؟ هل هو هدف صحيح أم لا؟ كلها أمور تأتي عنده فقط 45 ثانية. تقدم من خلال الشحنية، لكن من رفض ذلك هو المساعد الأول زاهي سنيد الشمري بقرار بأن هناك تداخل في اللعبة. نعم في تداخل، لكن قبل هذا التداخل سقوط اللاعب على أرضية الملعب. ما يعني هنا لدينا فرصة أخرى لمصلحة الشحنية من أمانجوا، لكنها وصلت سهلة إلى مسعود زراعي. بداية الشحنية يقول أنا جاي، الشحنية يقول أنا مو بجاي ألعب في دوري نجوم كيوم بي، أنا مو جاي أصعد لأهبط في دوري نجوم كيوم بي، لا والله أنا جاي أبقى وأسبب المتاعب وأجيب المشاكل لكم كلكم يلي موجودين في بطولة الدوري. هذا اللي يقول الشحنية. فعلى ذلك في الجولة الماضية أمام قطر بإيتو وميتو وكل الرفاق عندما انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واليوم عند الدقائق الأولى يدوب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نرى بأن شحنية يصل إلى مرمى العربي، بل إنه سجل في مرمى العربي، ولكن هناك كان قرارا بوجود حالة تسلل بالهدف الذي سجل فيه. حالة صعبة للغاية. هنا العربي يرد بتسديده إلى خارج أرضية الملعب. حلوة البداية، لأن الرقبة كما ذكرت مهمة للاثنين، الاثنين يبون الانتصار، الاثنين يعرفون ان النقاط الثلاث هذه غاية. شوف هذه هي الحالة، سقط اللاعب، زين انا شنو ذنبك؟ ذنبك انه زين الكرة راجعة من مسعود ولا من اللاعب ايضا؟ هذا ايضا سؤال عليك ان 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 ان, أن تطرحه بالنسبة للاثنين، لكن هذا ما يأثر على اذا كان تسلل ولا لا. لكن والله حالة صعبة، أعتقد ستفصل في برنامج المجلس أو الليلة الأخوان مثلا في المجلس، رغم أن يعني أحيانا القرار يكون عاطفي في مجلسنا في قنوات الكاس، لكن أعتقد برنامج المجلس هو الفيصل بوجود خبرات تحكيمية كبيرة. لدينا الآن محاولة في الجهة اليمنى وصلت لمصلحة نادي الشحانية، نقلات ممتازة، غير شوي من شكله حتى جوس موريسيا غونزاليس، هذا مدرب الأسبان الذي نراه ينضج مع الشحانية من خلال بطولة الدوري، والذي ذكر في المؤتمر الصحفي بأن هذه المباراة يعني مهمة. نعم مهمة، وهنا لدينا فرصة لمصلحة العربي خطيرة، لكنها أيضا تبعد من القائد ألفارو ميخيا، ينقلها في وسط الملعب، محاولة لمصلحة الشحانية، سلطان يحاول المرور، عادت وجود خطأ لمصلحة الشحانية. خلونا نرد شوي ونذكركم لأنه العربي خامس الترتيب، 9 نقاط الحربي، نعم 9 نقاط قدام السيلية عنده 9 والاتحيل والسيل 10 والريان المتصدر عنده 11. إذن 9 نقاط، 3 انتصارات دون أي تعادل، خسارتين، سجل 8 وعليه 12 هدفا بالنسبة للنادي العربي. الشحانية 8 الترتيب، 7 نقاط، فوزين، تعادل، خسارتين، 5 أهداف وعليه 10 أهداف بالنسبة للشحانية. هجومية ليس بالفريق القوي، يعني 5 أهداف يدوب بالنسبة للشحانية، في حين إن من وصل 21
نتحدث عن أفضل هجوم على مستوى بطولة الدوري وهو السيل، وكل ذلك بسبب لقاء أمام العربي الذي انتهى بعشرة أهداف مقابل هدف. لكن هذه العشرة أعتقد بأنها أيضا مش ضارة كثير بالعربي، يعني عشرة أهداف مش عاملة مشكلة للنادي العربي، يعني هي مفيدة للنادي العربي. واحد يقول كيف يعني، يعني حدث العاقل، عشر أهداف في مباراة مفيدة للنادي العربي. أنا أقول لك ليش مفيدة بعد شوي خلونا بس نشوف المباراة، حال المباراة، لكن حال الملعب مش عاجبنا على الإطلاق أبدا في استاد حمد الكبير. اي نعم، بالنادي العربي، العربي عنده 9 نقاط، يفوز اليوم على الشحانية يكون متصدر بطولة الدوري. تدرون كم عدد الحاضرين؟ أو الله، يعني اللي قدامي 1 و3 بنات جايب عيال صغار، وغير هناك 8 9 10 11 14، والاخوان من برنامج فضفض اعتقد حماد والمصور، يعني 15 مشجع عرباوي فقط يحضرون في المدرجات أمامي، اللي اعتدنا أن تكون في رابطة، اللي اعتدنا تكون في جماهير، يعني يدوب اللي عارفينهم عبد القادر والشلة. غير ذلك ما في، شوف الصورة من الأعلى، نعم هذه هي الجماهير اللي حاضرة تشجع العربي لكي يعود لصدارة بطولة الدوري، لصدارة بطولة الدوري. هذه جماهير 15 واحد، هذا العزيز أكبر قاعدة جماهيرية، 15 جايين لكي يعود إلى صدارة بطولة الدوري. ما أدري يعني يوم العربي، يعني في الموسم الماضي العربي بعد 5 جولات كان عنده بس 3 نقاط، 4 هزائم وفوز. اليوم لا، الأمور مختلفة، وهنا لدينا تسديدة الصد في أحمد فتحي إلى خارج أرضية الملعب. نعم، العربي أفضل من الموسم الماضي ب3 مرات، لأن عنده 9، الموسم الماضي 3، بعد الجولة 5 3 انتصارات، خسر من الكبار، والكبار عادي يفوزون عليك، لكن اللي انت قريب من مستواهم، اللي اقل اللي اعلى منك بشوي، قاعد تجيب منهم 3 نقاط، وهذا امر يحسب للنادي العربي. لدينا محاولة بالراس لكنها تمر خطيرة لمصلحة الشحانية، تتحول جاسر يحيى في الجهة اليمنى الى ماليسون، يحاول المرور، لا زالت لدى البرازيلي الكرة، يحاول في وسط الملعب، لاعب 27 سنة، نقلها الى محمد صلاح النيل، لكن خليفة الدوسري يخرج ويبعد هذه الكرة. العربي اليوم يفتقد لي فرانكو أرزيلا، وهذا اللي قاعد يعوضه اليوم وهو موجود يعني، لكن اليوم اللي العب كله راح يتحمله هذا البرازيلي. الآخر فرانكو سيقيب يعني عن النادي العربي، كما ذكر انه اصابته يعني من 2 إلى 3 أسابيع سيغيب عن صفوف النادي العربي، ويلعب ب3 محترفين هما جارديل وماسيلون، وكما ذكرنا العراقي احمد ابراهيم المدافع المتواجد مع طبعا احمد فتحي وياسين يعقوب. كرة تصل الى احمد ابراهيم في وسط الملعب، عبد الله معرفي، جارديل، نقل الكره في الجهه اليمنى، شوف احمد فتحي انت يلعب بالثلاثه مع ياسين ومع احمد ابراهيم، رغم انه يعني اعتقد ربما احيانا كلما كانت الكره لدى النادي العربي تقدمه سيكون مفروض يجب ان يكون حاضر في وسط الملعب. هنا لدينا الكره العاليه خطيره للعربي لكنها ابعدت، عادت لمصلحه النادي العربي. عبد الله معرفي، محاوله خطيره للنادي العربي، هنا المرور والعوده بعد ذلك من حسين سعد حسين، عادت الان والكره الى خارج ارضيه الملعب. حلوه الكره الماضيه، المحاوله الموجوده، العمل الموجود ما بين الأسماء الحاضرة على مستوى المقدمة، لكنها وصلت إلى حارس المرمى. هذا نادر عواض،
اللي تذكرون لقاء لد حيل وما حدث في تلك المباراة غاب ويعود إلى الشحانية طبعا مرة أخرى. لدينا ركلة مرمى خليفة الدوسري على التنفيذ. فريقين أداءهم جيد، فريقين لا يمكن أن تتنبأ لمن ستكون النقاط الثلاث على الإطلاق. هل ستكون للعربي؟ هل ستكون للشحانية؟ ما تدري يعني، لكن ما في تعادل. أعتقد لن يكون هناك تعادل من خلال مباراة اليوم. هنا الكرة التي تلعب أمامية ناحية مايلسون لكنها إلى خارج أرضية الملعب. مايلسون تسلل، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة الشحانية، لمصلحة الشحانية. من يريد النقاط الثلاث عليه أن يسجل، عليه أن يسجل. ولوكا يعني سئل لوكا بوناتيتش، قالوا له شو مشكلتكم أنتوا العرب؟ يعني تكتبون سطر وتتركون سطر، يعني أنه تفوز 5 عن مصلال تجي تخسر مع الريان وبعد ذلك يعني 10 من وعندك خلينا نقول 2 كلين شيت في 5 مباريات، مباراة خسرت بواحد، يعني عندك ما تقدر تقرأ العربي. مرة تقول دفاع سيء، مرة لا والله في 4 مباريات دفاع زين، مرة واحد يعني مصلا سجل في جول، الريان سجل في جول، الخور ما قدر يسجل فيه، الاخريطيات ما قدر يسجل فيه، في مباراة السيد 10 يعني عامل يعني ما هوية غير واضحة للنادي العربي. قال مشكلتنا الوحيدة، هو لوكا بوناتيتش قال مشكلتنا الوحيدة انهاء الهجمات، يعني هذه فقط لو تحل بالنسبة للوكا بوناتيتش امورنا راح تكون ممتازة، امورنا راح تكون طيبة على مستوى بطولة الدوري. هذا اللي هو قاله. هنا تدخل موجود، حكم لقاء يأمر بالاستمرارية، كرة تقطع، عادت الله على عبد الله معرفي الى دييغو جارديل، قطع الكرة مرة اخرى صافرة من خميس الكواري، يقول هناك خطأ على سعد حسين بعد تدخله مع دييغو جارديل. شوف المسك واضحة، لا تحتاج خميس، شايف التيشيرت مشدود، السقوط لأن البعض يرى فقط الأقدام، لكن الحكم سبحان الله يشوف الرؤية كاملة، يعني يشوف الإيد، يشوف الرجل، يشوف الجسم، يشوف الميلان، يشوف كل هذا سبحان الله في عدد بسيط وأجزاء من الثانية يشوف الحكم. لذلك اتخاذ القرار للحكم يكون صعب في بعض الأحيان، لكن ما شاء الله على حكامنا يسيرون بشكل جيد حتى هذه اللحظة. لدينا كرة في الجهة اليمنى، جاسر يحاول، أو هذا يوسف رمضان، أمامية إلى جاسر يحيى، يلعبها إلى مايلسون، يحاول مايلسون، عرضية إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. ربع ساعة مشاهدينا متابعينا في كل مكان ما بين العربي وما بين الشحانية، والنتيجة لا زالت طبعا هي سلبية ما بين الاثنين. الكل ركز على نقاط الثلاث، الكل يعني أجمع أنه أهميتها في نقاط المباراة، يعني ما في حسابات، ما في يعني لا، التعادل خسارة. وهنا لدينا أمانج وكاد أن يفتتح التسجيل، لكن مسعود زراعي يخرج في توقيت ممتاز من أمام كيسي أمانجوا، وأرى بين يعني لحظة وأخرى الشحانية ما أدري تحسه قريب، الشحانية ما أدري تحسه أخطر، الشحانية عنده حتى الآن الباسورد للوصول. مايلسون وين 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 وين، هذه درجة إن هي وايد بعيدة اللي يسمعنا مثلا عبر أثير قنوات الكاس، وايد بعيدة كرة مايلسون، كرة حطها يعني غريب،
التصرف أو التسديد بهذه الطريقة، استعجال ربما يكون أو تسرع ربما يكون من مايلسون اللي سددها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، محاولة كانت حتى الآن لا يشكل تلك الخطورة النادي العربي، في حين أن الشيحانية لا أخطر رغم أن العربي يمتلك الكرة بنسبة 60% مقابل 40% للشيحانية، لكن ليس الاستحواذ هو مصدر الخطورة. هنا محاولة سلطان الكواري، يوسف رمضان يبعدها إلى خارج أرضية الملعب. أخطر، نعم أخطر المطانيخ، أخطر نعم، اللي لديهم الجرأة، لديهم الجرأة للوصول إلى مرمى العربي، هدفهم واضح للوصول إلى مرمى النادي العربي، والآن لدينا ركلة زاوية لمصلحة سعد حسين، لمصلحة الشيحانية، ركلة زاوية هي الأولى للشيحانية، الكرة تلعب عالية يحاول من خلالها، وصلت إلى مانجوا، يعيد إلى سعد حسين في الجهة اليمنى، يحاول المرور، يلعب الكرة العرضية تصطد في عبد الرحمن وليد وتتحول مرة أخرى إلى ركلة زاوية لمصلحة الشيحانية، تلعب سريعة مانجوا في الجهة اليمنى، محاولة يلعب الكرة العرضية العالية لكنها تجاوزت خط المرمى إلى ركلة مرمى لمصلحة النادي العربي، لمصلحة النادي العربي. نعم، شوف الملعب، شوف المدرجات من هذه الصورة، شوف المدرجات، هذا فريق يبي روح الصدارة، يبي روح الصدارة. لوكا، يا لوكا، يعرف الشيحانية نعم انه حتى في تلك الفترة لا زال يعني ميخا موجود، ميخا حاضر، عندك الفارو ميخا، كلاوديو لوتشان، هذا ايضا فترة لوكا موجود، يعني بعض الاسماء المحلية ايضا يعرفها لوكا، فلوكا يعني عنده افضلية كقراءة فنية للشيحانية، هل يستغلها؟ هل تصب في مصلحته؟ لكنه ذكر بأن الفريق تغير منذ ذاك التاريخ إلى هذا اليوم مع الأسباني جوس موريسيا غونزاليس. كرة في الجهة اليمنى، جاسر يحيى إلى يوسف رمضان، عطنا العرضية، أرضية لكنها لم تمر، تحولت إلى رمية جانبية لمصلحة النادي العربي. هذا يونس يعقوب، ولو تروح لدفاع العربي راح تحصل ياسين يعقوب، زين ياسين ويونس الاثنين حاضرين معنا في الملعب، اخوان 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 اخوان، لكن واحد مع الشيحانية والاخر مع النادي العربي، الاكبر مع الشيحانية والاصغر مع النادي العربي. هنا تدخل احمد ابراهيم بشراسه قويه، وصلت الى جاسر، اماميه الى دييغو جاردي، لكن الله على الفارو ميخا، هذا القائد، هذا المدافع، شوف رقم خمسه، هذا يلعب عقل، يلعب مخ، يلعب عنده ثقه بامكانياته بشكل رهيب، احيانا تحصل يحاول وهو آخر لاعب عادي جدا لديه ثقة، رغم هذا غير محبب، لكن مع الفارو ميخا أعتقد أن الأمور عادية للغاية لما يملكه هذا اللاعب من قدرات في عملية الاستلام والتسليم والمراوغة والتمرير بشكل كبير. عبد الله معرفي ينقلها في وسط الملعب، جاسر يحيى إلى يوسف رمضان لمصلحة العرباوية في الجهة اليمنى، مايلسون يحاول، مايلسون يعيدها إلى دييغو جارديل، جارديل من تبقى من زمن المحترفين من الموسم الماضي، الكرة الأمامية الآن في الجهة اليمنى محمد صلاح، لكن أيضا الله على الفارو، عادت إلى جاسر، يلعب الكرة العرضية، جاسر يحيى عالية مرت من الكل، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، لدينا رمية جانبية لمصلحة الشيحانية. أجواء يعني جو اليوم ربما يكون أهون من الأسبوع الماضي، لأن لو تحط يعني لو تشوف عينك على الراية، عينك على الأعلام الموجودة، في هواء، في هواء شغال، حرارة موجودة، نعم موجودة، لكن اليوم احنا وصلنا إلى الأسبوع السادس
وصلنا الى الاسبوع السادس. فاعتقد انه اللاعبين ما والله ما في نادي مر اللعيبه في الصاله، ما في، الكل يتمرن في هذه الاجواء، بل انها اسوأ في الايام الماضيه. وبشركم يعني خلنا اقول لك متنبئ جوي من الاسبوع الجاي على حسب اللي يقولونه واللي نسمعه من الأرصاد الجوية، المتنبئين أيضا يقولون أنه خلاص إن شاء الله كلها 9 أيام 10 أيام بالكثير والجو زين، وتقلب الرياح الشرقية إلى شمالية غربية والأمور تكون طيبة إن شاء الله، يكون الجو يعني والأمور تتحسن بالنسبة يعني أيضا نرحم اللعيبة شوي من الأجواء الرطبة اللي اليوم أقلها من أيام أخرى. كرة منقولة أمامية وصلت الآن لدينا لمصر مصلحة الشحانية في وسط ملعب الشحانية، يحاول نقل الكرة بهذه الطريقة. شوف الضغط غير موجود، خروج بالكرة سلس سهل بالنسبة للفريقين، يعني لا تجد أي مشكلة. شوف يستلم يطالع يرفع راسه أغير يسار، لا ألعب قدام، ما عنده أي مشكلة أي لاعب في وسط الملعب لدى الفريقين لأنه ما في ضغط، غير موجود ذلك العمل. هذا مصطفى جلال، شوف شاف طالع أمانجوا أطول من اللازم، وصلت إلى مسعود زراعي. أحمد فتحي نقل الكرة، يوسف رمضان ينقلها أمامية، مايلسون لديه الكرة في الجهة اليمنى مع يونس يعقوب يعيدها بشكل ممتاز، جارديل يسراه ممتازة لكن يبي يحط له واحدة، الله السلام موجود ما في شيء على الإطلاق، خطيرة لمصلحة العربي النيل مايلسون، الله مايلسون يسجل لمصلحة العربي هدف صاروخ في مرمى خليفة الدوسري. نعم العرباوية يتقدمون بهذه الطريقة، الله على هذه الكرة لعبت ما في شيء، يدوب على الخط، بالفعل كانت على الخط، لم يكن هناك تسلل. محمد صلاح تمريرة جميلة والله الله الله مايلسون يا برازيلي يسجل للعربي بهذه الطريقة، تصطد تتحول تباغت خليفة الدوسري، سنايبر مايلسون في مرمى الشحانية، أول أهداف المباراة، هدف ربما يضع العربي على مستوى الصدارة، على مستوى الصدارة، كلما تقدم يقولون لا يخسر، ما أدري راح نشوف، لكن هدف الصدارة بالنسبة للعربي لو تحقق ذلك واستمرت النتيجة بهذا الهدف الذي سجله مايلسون في الدقيقة 23 وهو يرتدي القميص رقم 23 في نفس الدقيقة يسجل، إذا هذا اللاعب يحب الأوقات، رقم 23 سجل في الدقيقة 23، أتحدث عن مايلسون والعربي الذي بالفعل بكرة جميلة للغاية من محمد صلاح. افرح يا عبد القادر، افرح يا عبد القادر، والله عبد القادر يا أخي أعتقد هو أولى شخص للتبريكات بالنسبة لكل العرباوية. كرة في الجهة اليسرى، يعني لما تبي تبارك للعربي لازم تبارك لعبد القادر، وعقب بارك حق أي حد، أي حد عادي، ما عندك مشكلة، قدم ويقدم حب لهذا النادي. لدينا الكرة الأمامية الآن لمصلحة العربي، لكنها بعد ذلك وجود خطأ على جاسر يحيى من أمام خليفة الدوسري، لدينا ركلة حرة لمصلحة الشحاني الذي يجد نفسه متأخرا بهدف مقابل لا شيء. شوف الكرة الماضية والخطأ الواضح على جاسر يحيى، لوكا قاعد يسير بشكل جيد. نرجع لموضوع العشرة للسد، لما قلت أنا عشرة السد مفيدة للعربي لأنها خداعة، لأنها خداعة. أنت 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 لو تشيل مباراة العربي مثل ما قال أبو محمد الكابتن خالد سلمان، مثل ما قال الكابتن خالد سلمان في فيليسيليو مع الجميل بشار، يوم قال إنه
انه لو نشيل 10 السد ترى العربي افضل خط دفاع. ترى العربي خسر بهدف مقابل شيء من الريان، ترى العربي يا دوب سجل فيه. فبالفعل مباراة أو عشرة السد هي مفيدة للعربي، إنه خلاص حتى المدرب نفسه يقول لك أنا جاي خلاص من بعد مباراة السد ما ألعب كورة، أنا أتي أجيب نقاط، أنا ما يتسجل فيني أهداف. هو قال بحزازة نفسه بالمؤتمر الصحفي عندما ذكر لوكا، يقول أول مرة نضرب عشرة حزت في خاطر الكرواتي مسكين، لكن اليوم نرى في عمل حتى لا من خلال هذه المباراة. إذا ما انتصر راح يكون 24 ساعة في الصدارة نادي العربي. نعم إذا ما انتصر، ويعني ممكن الطول، خاصة أن بكرة عندك مثلا اللي قادر ياخذ منه مثلا الصدارة بفارق أهداف أو شيء هو السيلية، والسيلية أمام الأهلي، يعني ممكن يكون صدارة 48 ساعة بالنسبة لنادي العربي، لأن الكبار كلهم آخر يوم حط، يعني من كانوا في مركز الصدارة في الموسم الماضي السد الريان الأخوية الغرافة راح يلعبون يوم السبت، فربما تكون صدارة ل 48 ساعة بالنسبة للعربي بهدف هذا البرازيلي صاحب 27 سنة اللي جاب جول وحط واحدة حط في مرمى خليفة الدوس. لدينا ركلة زاوية عرباوية، نعم في الجهة اليمنى، الآن الكرة تنفذ عالية على القائم الثاني خطيرة، لكن هناك خطأ أو ربما الكرة نعم تجاوزت خط المرمى، تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة الشحانية. لا يلام، أعتقد أنه خليفة الدوسري لا يلام في كرة الهدف، انه اصطدت في المدافع وتحولت الكرة في مرمى. لدينا ركلة مرمى لمصلحة النادي العربي، كرة في الجهة اليمنى امامية، لك القراءة لم تكن جيدة، توقع لم يكن موجود. هنا جاسر يحيى حاول ان يمرر للبرازيلي، لكنه يقول لا انت وقفت، انا حبيت احط لك الكرة وانت وقفت، وكثرة الكرات الطويلة راح تتعب هذا البرازيلي. يعني شفنا الاعتماد على الكرات الطويلة، الاعتماد على عدم التمرير الكثير في وسط الملعب بالنسبة للعربي. هنا لدينا ركلة مرمى لمصلحة الشحانية اللي كان قريب جدا من التسجيل، لكن الأمور قد تحولت ووصلت لمصلحة النادي العربي، وسجل هو الهدف الأول من أول فرصة ما بين الخشبات الثلاث أو على المرمى. لدينا الآن محاولة في وسط الملعب، سعد حسين يعيدها إلى حارس مرمى، خروج كافة لاعبي النادي العربي إلى منتصف الملعب، التحرك الآن الذي يأتي، شوف انتظار، ينتظر العربي، أصبح ينتظر ويلعب الكرات المرتدة. الكرة الآن في الوسط، عبد الرحمن وليد لديه الكرة، الانطلاقة الموجودة ناحية مايلسون يحاول، والتدخل يأتي من الفارو ميخيا إلى رمية جانبية لمصلحة النادي العربي. هذا مايلسون، شوف دخل مع الفارو ميخيا وكسب رمية جانبية لمصلحة النادي العربي. مايلسون اسم ربما يبدأ الحب بينه وبين العرباوية من خلال هذه الجولة السادسة، يعني انك وغير ذلك تتصدر، يعني انت عندك جولة اولى، لكن صدارة الجولة الاولى غير صدارة الجولة السادسة المؤقتة بالنسبة للنادي العربي. عبد الله معرفي، ياسين يعقوب، احمد فتحي مع احمد ابراهيم، لكن مين يفضل؟ محمد صلاح الى احمد فتحي. مرة اخرى شوف ما في ضغط، ايضا كذلك الشحانية ينتظر العربي في ملعبه، عدم استعجال موجود، عدم ترك المساحات في الخلف
أيضا موجود دييغو جارديل يحاول هنا المحاولة نقل الكرة للمحطة الأمامية. مايلسون في الجهة اليمنى يحاول مر عدة يلعب الكرة العرضية ملعوبة لكن أيضا الفارو مخية يبعدها. هنا مانغوا السرعة الموجودة لكنها طالت إلى خارج أرضية الملعب نص ساعة مشاهدينا متابعينا. وخميس الكواري يطلب من اللاعبين تناول أو شرب قليل من الماء كواتر بريك عند دقيقة 30 لأن الأمور رطبة شوي الأجواء رطبة وحس فيهم هو حس بنفسه أيضا تعب لا شك أنه تعب. الله خوش ماهي كان عندنا أمور طيبة الحمد لله. عموما هنا كما نشاهد طبعا جوس موريسيا ونبيل أنوار وعملية التحدث مع اللاعبين الآن ربع ساعة فقط متبقية لدينا من أحداث شوط اللقاء الأول. وهنا لدينا كرة الهدف كرة دييغو جارديل لم يكن متسلل كما شاهدنا محمد صلاح ومن ثم محمد صلاح مرر كرة جميلة لمايلسون اللي سددها قوية سكنت شباك خليفة الدوسري معلنة أول أهداف العربي في هذه المباراة. شوف التسديدة القوية التي اصطدت وتغير اتجاهها عندما اصطدت في الفارو ودخلت شباك خليفة الدوسري رغم أنه يعني اليوم حتى يعني مدربين الحراس أصبح هذا التمرين الكرات أو 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 ردة فعل الكرة إما أن تصطد في أقمع توضع أمام حارس المرمى أو بعض الأجهزة الحديثة اليوم في تدريب الحراس أصبح تدريب أساسي. تغيير اتجاه الكرة بالنسبة لحارس المرمى وأيضا الكرة اللي سجل منها هدف لم يتغير كثيرا مسارها على خليفة الدوسري. يعني اليوم هذه الكرات أصبحت ما أقول سهلة للغاية لكن أصبح الحارس يتدرب عليها أو يوضع أمامه مثلا مياه في التدريب أو أقماع كما ذكرت. وشاهدنا كثير من التدريبات تحدث لحراس المرمى بهذه الطريقة. نعود مرة أخرى بعد هذه الراحة بعد هذه الأجواء الآن الحارة نوعا ما والعربي في في المقدمة بهدف مقابل لا شيء. التقى الفريقان على فكرة على مستوى بطولة الدوري أربع مرات. أول مرة عندما صعد طبعا الشحرية المرة الأولى في تاريخه تحديدا في 25 من أكتوبر 2014 كان أول لقاء يجمع الفريقين ويومها فاز أو تعادل الفريقان دون أهداف في تلك المباراة. كان تعادل سلبي دون أهداف ما بين العربي وما بين الشحنية أول مباراة جمعتهم على مستوى هذه البطولة بطولة الدوري رغم أن كان هناك عدد من اللقاءات على مستوى كأس الشيخ جاسم مباراة ودية كانت حاضرة وموجودة لكن رسميا على مستوى دوري النجوم لا هي أول مرة كما ذكرت في 25 من أكتوبر 2014. كرة أمامية تتهيأ من أمام سلطان الكواري تدخل من أحمد إبراهيم ينقلها أمامية لكنها أطول من اللازم تعود لمصلحة الشحانية. يونس يعقوب حولها في الجهة اليمنى نادر عوض اللاعب العماني ينقلها في وسط الملعب لسلطان الكواري عادت لي نادر تمريرة خاطئة من نادر تعود الآن لدينا محاولة مايلسون لديه الكرة مايلسون انطلاقات جيدة موجودة لدى هذا اللاعب وتدخل الحاضر من مصطفى جلال والخطأ والله زين يعني لا عنده يعني انت مع هذا الجو رغم انه برازيلي لكن لا والله زين ماشي حاله يعني مش سيء الاستلام الانطلاق السرعة يعني في عنده الرجال عنده مع يعني
تحسن الجو واخذ عودة فرانكو يكون اكثر من محترف. هنا لدينا المرور جارديل العرضية اللي تتخلص من دفاع الشحانية، كانت انطلاقة بامتياز في الجهة اليسرى، لكنها الآن لدينا كرة تعود لكن في لمسة يد على أحمد إبراهيم المدافع العراقي بالنسبة للنادي العربي. 10 دقائق مشاهدينا تفصلنا على نهاية أحداث شوط اللقاء الأول. نادر عوض يتركها لألفارو ميخيا لمصلحة الشحانية. شوف الأخطاء، 4 على الشحانية، 6 للعربي و4 للشحانية. الآن لدينا الكرة، عبد الرحمن وليد في الجهة اليسرى ينقلها لمحمد صلاح بصورة ممتازة، وصلت إلى دييغو جارديل يبحث يشوف يطالع يوسف رمضان، نعم تصل في الجهة اليمنى، تصل في الجهة اليمنى يوسف رمضان. نقل الكرة الأمامية وصلت إلى مايلسون، مايلسون مايلسون هو اللاعب اللي كلما وصلت الكرة لدى مايلسون تحس أنه في شيء راح يحدث، أنه في خطورة راح تكون موجودة بالنسبة للعربي. عبد الرحمن وليد استلام ممتاز ما فيها شيء على الإطلاق، عرضية داخل منطقة الجزاء والكرة العالية وصلت إلى خليفة الدوسري. حلوة الكرة الماضية، العمل نقل الكرة من اليمين لليسار بشكل جيد، كرة أمامية وصلت الآن، محاولة لدى لوتشيانو لكن لوتشيانو خطأ على لوتشيانو في عملية الدفع مع أحمد فتحي، والخطأ الموجود وركلة حرة لمصلحة النادي العربي. أحمد إبراهيم، عبد الله معرفي لأحمد إبراهيم القادم من الاتفاق السعودي في الموسم الماضي، مثل الاتفاق وهو خليجيا، يعني أحمد إبراهيم لعب في كل سنة تشوفه في نادي، يعني ما يطول من اللعيبة اللي ما تطول، يعني لعب تخيل هو عمره تكلم عن 26 سنة لهذا العراقي، لكن هذا العراقي لعب للاتفاق، لعب في الإمارات للإمارات للضفرة لعجمان للوصل وغير ذلك، بدأ في أربيل ولعب في فترة من الفترات للشرطة العراقي، ففي بست سنة وستة وعشرين سنة تتكلم عن 8 تقريبا أندية، 7 أندية مثلها أحمد إبراهيم. الكرة وصلت، دييغو جارديل في الجهة اليسرى، عبد الرحمن وليد يمر بشكل جيد، لا زالت لديه الكرة، يبحث تصل إلى محمد صلاح ينقلها لعبد الله معرفي، أمامية جاسر يحيى، جاسر يعيدها إلى يوسف رمضان إلى عبد الله معرفي، نقل الكرة خاطئة وصلت دييغو يحاول تمر تعود إلى مايلسون في الجهة اليسرى، لكنه يتواجد في موقف تسلل. هذه هي الصورة الواضحة للقطة الماضية، مايلسون في موقف تسلل، عادت الكرة إلى ألفارو ميخيا. يونس يعقوب، يونس في الجهة اليسرى، أمانجوا يحاول الإفواري، أمانجوا سنوات مع الشحانية راح ورجع، هنا حالات التسلل واحدة على الشحانية في حين هناك 3 حالات تسلل على العربي وكلها طبعا لمايلسون المتواجد وحيدا في ظل انه البقية تدافع طبعا رأسية تتخلص تصل في الجهة اليمنى تترك الى ركلة مرمى. وش لنا بالاداء؟ هذا السؤال، ايش تبي بالاداء؟ ما دام عندك ايش؟ النتيجة، ها؟ عندك مالي ومال النجوم، ما دام عند القمر انا خلاص، انا عندي النقاط الثلاث فخلاص، ليش انا ابي الاداء؟ وهذا اعتقد فكر لوكا، يعني موسم ثاني فهم وعرف، لانه هو ايضا بدوره درب النادي الاهلي ودرب الشحانيه والان يدرب النادي، ففهم قال لك انا اليوم خلاص، ليش انا فايز؟ خلي فايز،
أدافع 5 6 7 ما عندي أي مشكلة، المهم أخرج بالنقاط الثلاث، لأن في النهاية راح يقولون هذا مركزه العربي تطور وهذا مكانه، لأن إيش النتائج، وهذا عادة ما يحدث، النتائج الإيجابية تأتي بتحسن الأداء. يعني إذا جبت النتائج بعيدة عن الأداء معاه لا إرادية راح أشوف الأداء جاي، لأن خلاص الحالة النفسية الأجواء العامة كلها متحسنة، الأمور كلها طيبة، المناخ ما حد يعور راسك، ما حد يقول لك والله عندنا مشاكل جمهورنا، لا عندنا نقاط، خلاص ما حد يتكلم، ما حد يقول لك على قوة المصريين تلت التلاتة كم، ما خلاص ما في، أنا عندي نقاط أغطي عين الشمس مثل ما يقولون. الآن لدينا دييغو جارديل وسط الملعب، عبد الله معرفي محاولة وصلت إلى أحمد فتحي، شوف أحمد فتح أحيانا تترك له القيادة في تمرير الكرات في الخط الخلفي. الكرة الأمامية الآن وصلت إلى يوسف رمضان، تعود عبد الله معرفي في الجهة اليمنى، جاسر يحيى استلام الموجود، محمد صلاح أمامية إلى مايلسون لمين، مايلسون عادت تتخلص، وصلت إلى عبد الله معرفي. الحلو في العربي اللي موجودين في النص، عملية الاستلام والتسليم كلهم بلا استثناء عندهم حلوة جيدة، ما عندهم فيها مشكلة، لعيبة كورة بمعنى أصح. يعني جاسر حلوة كورته، معرفي، جارديل محترف، عندك عبد الرحمن وليد، محمد صلاح، كلهم لعيبة كورة كرتهم حلوة، وهذا اللي معطي أحيانا العربي السح، وهذا على الكورة لدقائق بسيطة. رمية جانبية، نادر عوض هجوميا غير موجود على الإطلاق اليوم، أيضا غريبة رضا شامبي هجوميا غير موجود، الأطراف لا تتحرك على الإطلاق بالنسبة للشحانية. العربي غير، لأن العربي يلعب بطريقة مختلفة عن الشحانية، رغم أن حتى عبد الرحمن ويوسف رمضان يعني أحس أنه بحذر، حتى التقدم بحذر لكي لا تترك مساحة كبيرة بينهم وبين مثلا ياسين في الجهة اليمنى أو أحمد إبراهيم العراقي في الجهة اليسرى. رأسية الآن تصل في وسط الملعب، وصلت إلى عبد الرحمن وليد، يتقدم عبد الرحمن يمرر إلى جارديل، لكن هناك راية وتسلل على مايلسون. آخر دقيقتين ونص، آخر دقيقتين ونص، يقول يعني مايلسون يقول له لا مش تسلل، لا والله إلا تسلل ونص يا مايلسون في هذه الكرة اللي كان فيها مترين ربما، يعني حالة التسلل الماضي، وربما حتى لو لامست أحد مدافعي الشحانية فهي تعتبر تسلل. غير الكرة، يعني بعض اللعيبة أو حتى البعض يخلط أنه إذا لامست اللمس لا ينفي مسألة التسلل، التمرير والقص والتعمد هو الذي نعم يلغي مسألة التسلل إذا ما كانت الكرة عائدة من مدافع بملء يعني الكرة تحت السيطرة ومررها طبعا إلى الخصم. أما لامست لا، يقول لك القانون لا، هذا لا ينفي مسألة التسلل لأنها غير متعمدة، لكن واحد كرة جيدة وحاول يشتتها وراحت للخلف، هذه مسألة نعم هنا لا يوجد تسلل في هذه اللقطة، أما اللمس لا. لدينا ركلة زاوية عموما لمصلحة النادي العربي في آخر دقيقة من أحداث شوط اللقاء الأول، 3 ركنيات لكل فريق، هنا عبد الله معرفي لثاني الأهداف لمصلحة العربي، الكرة العالية أحمد إبراهيم بالرأس لكنها تبعد، لدينا صافرة بوجود خطأ لمصلحة الشحانية، خطأ لمصلحة الشحانية. قبل هذا اللقاء تعادل الخور مع قطر دون أهداف، الخور أمام قطر دون أهداف، نعم في أعتقد أول تعادل سلبي
على مستوى بطولة الدوري ما بين الخور والعربي، ويبقى بذلك الخور والإخريطيات هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يسجلا أي حالة انتصار عند الأسبوع السادس. ما لا الخور ولا الإخريطيات اللي حققوا انتصار، وأضف إلى ذلك الإخريطيات حتى الآن هو الفريق الوحيد على مستوى بطولة الدوري الذي لا يملك حتى الآن أي نقطة، ونحن نصل إلى الأسبوع السادس. هذه بعض الأرقام بشكل عام على مستوى البطولة، ولدينا دقيقتان يضيفها حكم المباراة سيد خميس الكواري. كرة في وسط الملعب وصلت إلى عبد الله معرفي بالخطأ، هنا لدينا ممتاز الكرة لهاني سلطان الكواري يسدد في الدفاع تتحول إلى ركلة زاوية. يوسف هاني شوف خطف الكرة تمريرة خاطئة، لا تلعب بهذه الطريقة الكرات، يقول لك حاسب من هذه الكرات اللي فاضي النص ولا لا. وكان من المفترض، انا اقول يعني شوف انت دور احمد فتحي، الكرة لدى العربي، احمد فتحي يطلع لوسط الملعب يعني 5 متر قدام، يكون المفروض يكون قدام ياسين واحمد ابراهيم. لدينا كرة تنفذ بقبضة ايده يخرجها مسعود زراعي، وصلت الان مصطفى جلال لمصلحة الشحانية في الجهة اليسرى، محاولة لعب الكرة العالية، يوسف هاني أمانجوا، التدخل إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة العربي. هذا هو قرار حكم اللقاء خميس الكواري، يعني كانوا يطالبون ب يعني ما يعني لا يعني بظهرة وكرة وين والحبيب وأمانجو، حتى ارتقاء الكرة في وادي وهو في وادي، سقوط في أرضية الملعب، لكن حكم لقاء يأمر به الاستمرارية. ثواني قليلة على نهاية أحداث شوط اللقاء الأول، وأعتقد بأن الآن خميس الكواري يتجهز لي بالفعل إعلان نهاية أحداث شوط اللقاء الأول بتقدم العربي في الدقيقة 23. عبد العماني راح يكون بجوار الفارو ميخيا في قلب الدفاع، ومسعد الحمد راح يكون ظهير أيمن، ورضا شامبي راح يكون ظهير أيسر، خليفة حارس للمرمى، وسط الملعب مصطفى جلال، سعد حسين، وكذلك سلطان الكواري، يوسف هاني، عندنا لوتشيانو وأمانجو، وتشكيلة الشحاني اللي يتواجد في الجهة اليمنى بلونه الأزرق، ولدينا طبعا العربي باللون الأحمر في الجهة اليسرى بنفس الأسماء التي كانت موجودة في شوط اللقاء الأول. مسعود زراعي، لدينا ثلاثي الخط الخلفي، كل من ياسين يعقوب، أحمد فتحي، أحمد إبراهيم، جهة يمنى ليوسف رمضان، جهة يسرى لعبد الرحمن وليد، وسط الملعب عبد الله معرفي، جاسر يحيى، محمد صلاح، وجارديل المقدمة تجدها فقط للاعب الوحيد هو كلاوديو مايلسون فارياس. رمية جانبية يوسف رمضان، الكرة تتحول، وذكر بأن شوط اللقاء الأول تقدم من خلاله العربي بهدف مقابل لا شيء عن طريق مايلسون في الدقيقة 23 من تسديدة قوية صدت في الفارو ميخيز، وسكنت شباك خليفة الدوسري، ولا زلنا عند ذلك الهدف. شو اللي راح يحدث في الشوط الثاني؟ ما الذي سوف يتغير في شوط اللقاء الثاني؟ ما الذي مطالب من خلاله مثلا النادي العربي والشحانية أن يفعلوا في شوط اللقاء الثاني؟ أذكر بأن خميس أيضا الكواري هو حكم المباراة، يساعد المساعد الأول زاهي سنيد الشمري، المساعد الثاني خالد عايد، وعندنا الحكم الرابع فيصل الشمري. هكذا هي الأمور بالنسبة لطاقم التحكيم هذه المباراة. هدف ثاني لو أتى للعربي أعتقد بأن موضوع النقاط الثلاث قد حسم للنادي العربي، غير ذلك كلما تأخر ربما هدف، أعتقد أنه الشحانية راح يسعى وراح يضغط وراح يجازف هذا ماليسون راية وتسلل على هالماليسون، هذا الماليسون يقول لك يعني أعتقد لو
عدى ومر في واحدة انت موضوع الهدف الثاني. لو عدى ومر في كرة واحدة، لأنه واضح أنه لاعب سريع، لاعب قدم شوط أول ممتاز للغاية ماليسون مع النادي العربي، والآن هل يكمل 90 دقيقة؟ هل يواصل؟ أعتقد هي ممكن مسألة صعبة أن يواصل بنفس العطاء، لأنه اعتماد واضح بالكرات الطويلة بالمساحات الموجودة، وهو جراي يحب المساحات، لكن ما أدري مع مرور الوقت ربما يكون هناك تعب على ماليسون في من خلال هذه المباراة. لكن واضح أنه راح يكون له شيء هذا الموسم مع النادي العربي. لدينا الآن كرة لمصطفى جلال في وسط الملعب، ينقلها لأمانجوا، خطيرة الكرة لمصلحة الشحاني. أمانجوا ينقلها في الجهة اليسرى، لدينا الكرة العرضية العالية، خروج مسعود، خطأ مسعود، يصحح مسعود، بعد ذلك أمانجوا يسدد، والكرة ايش الموضوع؟ راية وتسلل، راية وتسلل كان هو القرار في الكرة الماضي، لأن أحمد فتحي صار الحارس. نعم، واحد يقول لك شلون راية وتسلل، لأن الكل طلع وبقى فقط أحمد فتحي، والقانون ما يقول مع ثاني آخر حارس، ما في، شوف تسلل خلاص آخر لاعب، القانون يقول لك مع ثاني آخر لاعب، وهو مين؟ مسعود أصبح ثاني آخر لاعب، وآخر لاعب أصبح مين؟ هو أحمد فتحي، ولم يحدد إن كان حارسا القانون أم لاعبا، لذلك بالفعل قرار سليم من الطاقم التحكيمي حتى هذه اللحظة. لدينا الآن كرة في الجهة اليمنى تتخلص، وصلت، عادت لمصلحة العربي، هذا أحمد إبراهيم ينقلها أمامية طويلة ليوسف رمضان، أطول من اللازم، تترك إلى اعتقد ركلة مرمى لمصلحة الشحانية. شحانية 7، قطر 4، الخور 2، الاخرطيات لا شيء، الاهلي 6، يعني حتى لو مثلا بخسارة اليوم يبقى شحانية مرتاح بعد تعادل الخور وقطر، بعد تعادل الاهلي 2، لانه يعني الموضوع يكون ما راح يتغير كثير مركزه، إلا إذا بكرة مثلا استطاع الأهلي أن ينتصر في المباراة، أو الإخريطيات قدر على أن يفعل شيء أمام أم صلال، غير ذلك لا، راح يبقى مكانه نادي الشحانية. كرة في الجهة اليمنى، عادت، مرت، وصلت سلطان، الله على سلطان الكواري، سدد كرة كيفما جاءت، لكن لدينا مسعود زراعي يبعدها، شوف هذه الكرة لعبت على الجهة اليمنى من مسعود زراعي، أبعدها بهذه الطريقة من مرمى العربي، تسديدة محاولة مع الشوط اللقاء الثاني بالنسبة للشحانية، خذها مع مسعود بهذه الطريقة، أبعدها من مرمى النادي العربي. 6 دقائق، أكثر من 5 دقائق على أحداث شوط اللقاء الأول، ولا زالت النتيجة العربي 1 الشحانية لا شيء. هنا لدينا كرة عرضية خطيرة، خروج مسعود زراعي في توقيت مثالي، كرة أمامية طويلة، يحاول ماليسون، حصل الكرة، 1-1 سريع، نعم سريع، لكن مع الفارو هو راح، لكنها أطول من هذه متر قبل، هذه متر قبل ماليسون، لو عمل المراوغة أو المهارة قبل بشوي لكان انفرد بحارس المرمى خليفة الدوسري، هو تأخر فيه شوي، واضح أن عندنا عاشق للمساحات جديد على مستوى بطولة الدوري، عاشق هذول اللي يأكلون المساح، يعني اللي 30 ب40 متر، هذه عنده ولا شيء، هذه عنده يسلطن فيها، ياخذ راحته، يجيله 1-2 مع السلامة، لكن في المرة الماضية أخر شوي الفارو إنه يراوغ في نهاية الأمتار، وصلت الكرة بعد ذلك إلى خليفة الدوسري، كرة أمامية، وانت خذ وشوف ولاحظ لعيبة العربي
تحسهم ما صدقوا يحصلون لاعب، ها يحصلون لاعب يقول لهم يلا يفرش، مثل ما نقول يفرش لهم ويلا انتوا كل واحد يقط كورته، كل واحد يلعب تمريرته. هنا كرة امامية لدينا من عبد الرحمن وليد، يمر الى عبد الله معرفي، ممتاز الكرة لي محمد صلاح، السلام ما فيها شيء على الاطلاق لو مرر، لكن نادر يخرجها الى خارج ارضية الملعب. هذا نادر عوض الى خارج ارضية الملعب. لدينا رمية جانبية، كرة تصل الى احمد ابراهيم، احمد فتحي اللي شاهدنا احمد فتحي مع العنابي او مع الادعم في المباريات الدولية الودية، شارك تحديدا امام الصين لدقائق معدودة، ودخل ايضا امام منتخب فلسطين. خطأ لمصلحة الشحانية، وهو الاسم الدولي الوحيد في المباراة، يعني فقط هو الوحيد، يعني ما في ولا لاعب من الشحانية في المنتخب ولا لاعب في العربي سوى أحمد فتحي. الكرة الأمامية عادت في الخلف، رضا شامبي، مصطفى جلال يعيدها، نادر عوض، نقل الكرة الأمامية، المحاولة لكن أيضا عادت من نادر يعيدها إلى حارس مرمى خليفة الدوسري. كرة عادت، شوف انتبه أنت 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 أيضا جوسمو أم موريسيا انتبه، قال لك لا أنا لو أبقي على يونس يعقوب اللي كان بجوار، يعني ما خلى فيه شيء ماليسون في شوط اللقاء الأول، يعني كان يمر عليه مرور الكرام، فقال لك لا أنا إيش أجيب نادر يمتلك قوة وسرعة وأدخل مسعد في الجهة اليمنى، خاصة أنه مسعد عنده يعني سرعة، عنده سرعة في الجهة اليمنى، وهذه أحد الكرات اللي تقدم من خلالها مسعد، وكان يطالب بشيء ممكن فيه من خلال هذه الكرة مسعد الحمد، مثلا ركلة جزاء لمصلحة الشحانية يطالب من خلالها مسعد، لكن حكم اللقاء يرى بأنها ركلة مرمى لمصلحة النادي العربي. ركلة مرمى مسعود زراعي، الكرة الأمامية رأسية وصلت إلى مايلسون، سقوط في أرضية الملعب، خطأ لمصلحة النادي العربي عن طريق دييغو جاردن. هذا مايلسون، مايلسون لاعب يجيب جمهور، ليش ما يجيب؟ بكرة يصير نجم شباك، جول جولين، الأمور عادية، وممكن هذه الفرق تفتقد إلى هذا النجم، يعني العربي آخر من بعد بيسكو، تذكرون بيسكو؟ بيسكو إيه؟ نجم اللي يجيب جمهور، مثلا نجم شباك راح، جاء عندك مثلا كابوري كان نجم شباك في العربي، وعلام يعني نجم لكن يعني خوخي، ثم جاء خلفان أصبح نجم شباك لأن كانت الرغبة جماهيرية لوجود خلفان في النادي العربي، رحل الآن خلفان، لا يوجد ذاك النجم اللي يجيب جمهور بالنسبة لكن هذا مو محتاج، حب النادي، كيان النادي، تاريخ النادي، اليوم الصدارة للنادي، لكن لا زالوا ال15 والله ما زادوا، لا في اثنين طرفين يعني ما زادوا يدوب. عندنا كرة وصلت لمصلحة الشحانية، سلطان كواري مقطوعة وصلت إلى جاردين مع محمد صلاح، بالفعل يمر ما فيها شيء على الإطلاق، ثاني الأهداف صلاح 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 صلاح، الله محمد صلاح يسجل لمصلحة النادي العربي ثاني الأهداف، وأعتقد بأنه
يحسم مسألة النقاط ومسألة الصدارة بالنسبة للعربي بهذا المرور. عشاق المساحات كثر، نعم، من خلف خط المنتصف لا يوجد فيه شيء على الإطلاق. مر عدى وعدى وبعد الله 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 ووحى أسقط الكل. نادي طاح، خليفة طاح في الجون، الكورة ذهبت بهذه الطريقة. يا محمد يا صلاح، لكن هذا أسمر مش المصري، لا عندنا واحد ثاني. محمد صلاح يسجل إذن لمصلحة العربي ثاني الأهداف. مو صلاح، عرباوي جديد في دورينا يسجل ثاني أهداف العربي. محمد صلاح النيل، هاي كملت النيل بعد، لا كملت كملت، لكن مو هو هذا واحد ثاني. طبعا لدينا هنا في بطولة الدوري، لدينا هنا المحاولة أمان جوا، خطأ واضح تماما على عبد الله أو هذا ياسين يعقوب. اثنين للعربي، يسير بصورة ممتازة، عمل ممتاز من سنوات العربي. إذا ما كانت الانطلاقة وانتصار اليوم من سنوات العربي لم ينطلق على مستوى بطولة الدوري بهذه الطريقة. سيصل إلى النقطة رقم 12 ويبات متصدر، متصدر خلاص الليلة. لا تكلم عرباوي الليلة، ما في متصدر، ما تكلم خلاص انتهى الموضوع. يعني يبات وفي الصدارة وإن كانت مؤقتة، إلا أنه أيضا في تضارب للنقاط سيكون على مستوى الصدارة. يعني السد والريان واحد منهم راح ينتصر. عرفت أهمية هذه النقاط للعربي، أنه ممكن يكون وصيف يعني تنتهي هذه الجولة ويكون ثاني الدوري، ويكون ثاني الدوري بعد ما تنتهي هذه الجولة حتى بلعب السد والريان والأخوية والغرافة. هنا محاولة تسديد لوتشيانو تصطد في الحائط البشري وتتحول إلى ركلة زاوية، ركلة زاوية لمصلحة الشحانية. كرة تنفذ، أمانجوا تصل إلى سعد حسين أمامية لكنها إلى خارج أرضية الملعب. ربع ساعة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات الكأس، يا من تشجع العربي وتساند ربما الشحانية، ها المباراة العربي يتقدم فيها بهدفين مقابل لا شيء. أول الأهداف مايلسون في شوط اللقاء الأول، وثاني الأهداف محمد صلاح في شوط اللقاء الثاني. هذا مايلسون من أمام نادر عوض إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. شوف نادر خلاص ما يهده، ما يتركه، خلاص سريع قال له انت درس الموضوع. لكن زين انت مسكنا مايلسون، طلع لنا محمد صلاح، عرفت رمية جانبية. كرة تصل الى دييغو جارديل، يوسف رمضان في الجهة اليمنى، مرور ممتاز، دييغو جارديل، جارديل باليسرى لكنها وصلت إلى حارس المرمى خليفة الدوسري. يتجرأ، نعم العربي شوف أفضل، شوف كورته حلوة، كل ما أراد أن يلعب تشوف كورته جيدة. النادي العربي هذا نادر عوض في الجهة اليسرى أمام رضا الشامبي. كرة تصل لمصلحة الفارو، مصطفى جلال في وسط الملعب، منقولة لألفارو ميخيا إلى مصطفى جلال، نقلات حاضرة. هنا المشكلة، شوف العربي كلما استطاع أن يقطع الكرة في نص ملعبه وعنده اثنين، شوف مبعدين عن بعض، واحد يمين واحد يسار، خلاص واضح الأمور، اقطع كرة يا تلعب يمين يا يسار. شوف قطعت الكرة، لعبها هالمرة يمين لمصلحة ماريسون. هنا الخطورة، هكذا يلعب العربي بهذه الطريقة. ماريسون يحاول ضغط عليه أكثر من لاعب، سلطان الكواري يعود في مساندة نادر عوض، وبعد ذلك أمانجو أيضا هو بدوره تراجع لقطع الكرة من ماريسون. شوف واضح خلاص هذا العربي،
راح يلعب بهذه الطريقة، راح يجنن الشحانية بهذه الطريقة من خلال الدقائق القادمة من عمر هذه المباراة. رمية جانبية لمصلحة العربي تنفذ، أحمد فتحي ينقلها في الجهة اليمنى، وصلت إلى يوسف رمضان، منقولة أمامية دييغو جارديل، محطة ممتازة في وسط الملعب لعملية نقل الكرة. عندك محطة ممتازة أيضا أحمد فتحي في الخط الخلفي، عندك يعني في العمق في بصير حلو موجود في العربي في الخط الخلفي، أحمد في وسط الملعب دييغو، والمقدمة طبعا للسرعات الحاضرة الموجودة. هذا محمد صلاح، عودة للخلف، وصلت إلى دييغو، دييغو معاه ما يلسل، لكن فضل هو أن يتقدم بالكرة، ينقلها إلى جاسر يحيى في الجهة اليمنى. جاسر يحيى يبحث، يجد محمد صلاح، الله على تم، الله 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 الله، ما كملت أجمل كرة في المباراة، ما كملت أجمل، تقريبا 15 نقلة عرباوية، نعم 15 نقلة للعربي. النهاية النهاية محمد صلاح لم يسجل الكرة في مرمى الشحانية، كنت أتحدث عن بصير في الخط الخلفي من ذاك الوقت، والعربي كان يتناقل الكرة جميلة، وصلت لمحمد صلاح لكنه لم يسجل ثالث أهداف النادي العربي. كرة في الجهة اليسرى لأمانجوا، يحاول لكن يوسف رمضان يبعدها إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية، رمية جانبية، رضا الشامبي على تنفيذ الرمية الجانبية، وصلت إلى أمانجوا، رضا يحاول في الجهة اليسرى تصطد، تتحول إلى رمية جانبية أخرى لمصلحة الشحانية. ثلث ساعة تمر على أحداث شوط اللقاء الثاني، ولا زالت الأمور كما نشاهدها بتقدم العربي، بل إنها تغيرت في الشوط الثاني، أصبح العربي أكثر خطورة على مرمى الشحانية، وسجل واستطاع أن يسجل الهدف الثاني العربي في الشوط الثاني، ولم أشاهد الشحانية هجوميا في شوط اللقاء الثاني. رمية جانبية بالرأس من ياسين يعقوب، تدخل يأتي من جاسر لكنها طالت، تحولت إلى رمية جانبية أخرى. شوف أنت أيضا على مستوى الأسماء أيضا الموجودة بالنسبة للنادي العربي الآن التي تجري عمليات الإحماء، يعني أنت عندك أيضا، أضف إلى ذلك على مستوى السرعات، وإن كنا نتحدث عن سرعات، يعني أنت 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 شوف، الله خلاص 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 خلاص، هذا هو هذا هو هذا هو. العربي اليوم يطلع بثلاثة أربعة خمسة، لكن عليه أن يعرف كيف أو من أين تؤكل الكتف. نعم بهذه الطريقة، ليش الاستعجال؟ ليش ما ميلسون نفسه راح يسجل؟ ما كان لها داعي التمرير في الكرة الماضية من ميلسون، لكن برافو على عبد الله معرفي. وهنا لدينا تسديدة أحمد فتحي إلى خارج أرضية الملعب، ما كان لها داعي على الإطلاق. شوف 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 عبد الله معرفي، الكل في تسلل الا ميلسون، خلاص ميلسون اروح على الجول، ما يحتاج اسجل هدف ثالث للعربي، التمريره ما لها داعي على الاطلاق ابدا. وهذا لوكا، لان الثالث خلاص يريح تماما، الثالث لوكا الان سيجري تبديل دخول محمد سالم المال. شوف التسديدات، ثمان للعربي، أربعة منها على المرمى، أربعة منها نعم على المرمى. الآن محمد سالم هو الاسم القادم في النادي، يعني محمد سالم أيضا لاعب يمتلك سرعة. عندك أيضا على طاري السرعة فهد خلفان الموجود في دكة، أيضا لاعب سريع للغاية اللي بدأ الموسم مع قطر، الآن مع نشوفه مع العربي، أيضا سرعة كبيرة. هنا محاو
خطيرة، الكرة الماضية لمصلحة الشعرية. مسعد الحمد يحاول يلعب الكرة العرضية، تصطد في لاعب النادي العربي، تتحول إلى رمية جانبية. شوف أخطر كرة للشحانية في الشوط الثاني، أبعدت من ياسين يعقوب. كرة في الجهة اليمنى لمصلحة النادي نادي الشحانية. عادت، لا يوجد ما يخسر أعتقد الشحانية سوى أنه يضغط، يهاجم، يجازف، يتجرأ. اثنين لا شيء، يعني في متسع، نعم في متسع من الوقت، لكن المساحات التي تترك الله ستر في الأخيرة بالنسبة لي مايرسون لم يكن، يعني كان كريم أكثر من لازم، كان كريم في اللقطة الماضية أكثر من اللازم. الآن وهنا الكرة التي تصل لمصلحة مصطفى، أو هذا بالفعل مصطفى جلال. كان في الجهة اليمنى لدينا كرة عرضية خطيرة أمام جوال، استلام غير موجود، والكرة إلى رمية جانبية، إلى رمية جانبية. تبديل سيجرى الآن، من اللي راح يغادر من النادي العربي وسيترك الملعب من النادي العربي، من الاسم اللي راح يتم استبداله بالنسبة للنادي العربي؟ سنشاهد ذلك. لاعب خبرة، نعم لاعب سرعة أيضا موجودة لدى محمد سالم. هنا لدينا محاولة مبعدة وصلت إلى سلطان الكواري، السلام موجود، تسديدة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب من سعد حسين. سعد حسين، خروج اللاعب رقم ثلاث بالفعل 23 يغادر، عصب من حقه، يعني بعد الكرة التي أضيعت. نعم يتم استبدال مايلسون ودخول محمد سالم المال. محمد سالم المال هو الذي يأتي الآن في تشكيل النادي العربي على مستوى الهجومي، وهو أيضا لاعب يمتلك من السرعة الكثير والتسديد، أيضا لديه قدرة على التسديد. كرة أمامية وصلت إلى أحمد إبراهيم، ياسين، دييغو جارديل من أمامه عن طريق مصطفى جلال. نقلات حاضرة، كرة في الجهة اليمنى، أحمد إبراهيم، سقوط في أرضية الملعب لحمد السعود، أحد بدلاء شوط اللقاء الثاني. حمد السعود خطأ لمصلحة الشحانية، السلام يأتي في الجهة اليسرى عن طريق أمانجوا، يعود بالكرة في وسط الملعب. مصطفى جلال إلى نادر عوض ناحية الفارو ميخية. ثلث ساعة فقط متبقية على أحداث هذا اللقاء، ثلث ساعة 20 دقيقة أمام الشحانية للعودة في هذه المباراة. هذا نادر عوض، كرة وصلت إلى ياسين مع محمد سالم، بالفعل وصلت إلى محمد سالم. الآن السرعة، مطالب أن يكون أسرع محمد سالم، لكن وقع على أرضية الملعب بعودة نادر عوض. أخذها بسهولة، أخذها بسهولة، رغم أنه من المفترض، واسألوا بشار فيها، واسألوا اثنين، سبحان الله اليوم معنا اثنين مهاجمين، واسألوا الاثنين الأمتار الأولى خلينا نقول فزة المهاجم عند التمرير، السرعة في البداية، في بداية انطلاقة، بعد ذلك التفكير في عملية التمرير، ما تخلي الكرة تحت رجلك، لا في البدايات عط روحك 5-6 متر إذا عندك مساحة، من خلالها تبعد عن المدافعين، من خلالها تفكر في القادم والكرة بعيدة عنك، وما يكون عندك مشكلة في الجري والسرعة والانطلاقة بالكرة. هذه تخصص الاثنين اللي قاعدين يحللون على هالمباراة. حقيقة هنا لدينا رمية جانبية، تعود الكرة لمصلحة الشرحانية. هنا لدينا نادر عوض، وصلت لي مصطفى جلال،
نادر عوض في الجهة اليسرى، وصلت ناحية السلطان الكواري. مسعد الحمد بديل في شوط اللقاء الثاني، كذلك حمد سعود. أسماء تم يعني استعانة بها في شوط اللقاء الثاني. هنا التداخل الموجود، سقوط في أرضية الملعب والكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة النادي العربي، رمية جانبية لمصلحة النادي العربي. مين من الممكن أن نراه في مستقبل المباراة؟ في أحمد خلفان موجود، تكلم أحمد النحوي على المستوى الدفاعي أيضا موجود بالنسبة للعربي. علي بازمن كان أيضا رقم 5 على مستوى وسط الملعب أيضا حاضر وموجود. وهنا طبعا حكم اللقاء خميس الكواري كما حدث في شوط اللقاء الأول. دقيقتان فقط لي مثلا التناول وشرب المياه. وهنا لدينا لقطة الهدف الثاني التي سجلها محمد صلاح بهذه الطريقة المميزة. غريب خليفة الدوسري كيف يترك الزاوية اللي من المفترض كان أن يغطيها، وكرة أتت بهذه الطريقة كثاني أهداف النادي العربي وهدف يعني أراح كثيرا نادي العربي. هنا الحديث مع لوكا بينه وبين محمد صلاح، لأنه هو لاعب بأدوار ازدواجية، موجود أحيانا تشوفه يزيد مع المهاجم، أحيانا تشوفه يزيد مع لاعبي خط الوسط محمد صلاح، ولربما يكون هو اللاعب الأفضل في المباراة. نعم محمد صلاح النيل اللي شاهدناه بسنوات مع نادي الريان، وشاهدناه كذلك مع السيلية، شاهدناه أيضا مع عدد من الأندية إلى أن وصل الآن مع نادي العربي وقدم أداء جيدا. رمية جانبية لمصلحة النادي العربي. يلا يا بطل يا محمد صلاح، يلا علينا الكورة، قلب عقول، قلب يسير. رمية جانبية، حديث ما بين عبد الله معرفي ومحمد صلاح. ألوكا يراقب الاثنين لأن صار لهم دقيقتين وهما في حوار، الله أعلم إيش اللي داير ما بين الاثنين. لكن هنا لدينا الرمية الجانبية عادت لمصلحة الشحانية. آخر ربع ساعة أمامنا مشاهدينا الكرام بهدفين اليوم. عربي يصبح لديه 10 أهداف وفي مرمى 12 هدف، سجلوا في 3 مباريات، هاي ال 12 هدف في 3 مباريات بمعدل 4 في كل مباراة. رغم انه قلت لك الرقم خداع ويخدع الكل، وهذا ربما صب في مصلحة العربي بشكل غير مباشر. اصبح في مرمى الشحانية الان بهدفي اليوم 12 هدف، يتساوى مع العربي بعد 6 جولات في كل مرمى من الشحانية 12. لكن شوف العربي وين، والشحانية عنده 7، العربي راح يكون عنده 12 نقطة بعدما تنتهي هذه المباراة إذا ما استمر طبعا النتيجة بهذا الشكل. كرة الآن تصل، سلطان الكواري يسدد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. حاول كثيرا سلطان الكواري من خلال هذه المباراة، ربما هي تسديدة الثالثة على مرمى مسعود زراعي، لكن أغلب الكرات إما خارج الماء. وهناك كرة تصدى لها مع انطلاقة أحداث شوط اللقاء الثاني، مسعود زراعي كرة سلطان الكواري. على فكرة سلطان الكواري هو أحد الأسماء اللي أحرزت كأس آسيا للناشئين، نعم، مع تلك الكوكبة اللي كان فيها أحمد معين، اللي كان فيها عاصم مادابو، اللي كان فيها السعدي، تذكرون ذاك الجيل اللي جاب كأس آسيا؟ نعم هو كان معاهم كأس آسيا
كان مع أو من جيل هذه الأسماء، من جيل هذه الأسماء. هنا لدينا دييغو جارديل مع الكرة، يوسف رمضان في الجهة اليمنى يقف في موقف تسلل، الآن تصل إلى يوسف رمضان، يحاول الله نقل الكرة إلى جاسر يحيى لكنها أبعدت، وصلت إلى كيسيا مانغوا. أمانغوا في وسط الملعب، وقوع على أرضية الملعب، تدخل يأتي، والكرة بوجود صافرة من حكم اللقاء خميس الكواري. هذا هو الخطأ، افترض أن يكون في خطأ وصار في خطأ لعرقلة الهجمة لإيقاف الكرة الواعدة والخطيرة بالنسبة للشحانية. الآن أمانغوا مرة أخرى في الجهة اليسرى، لم نشاهد خطورته كثيرا أمانغوا، هنا محاولة طالت إلى خارج أرضية الملعب من اللاعب البديل حمد السعود. كورته حاول يستلمها، جاي بسرعة، هنا المحاولة للاستلام كان من الممكن أن يضعها بلمسة واحدة في مرمى مسعود، لكن هو حاول أنه أولا يستلم أو يروض الكرة لكنها طالت إلى خارج أرضية الماء. في بعض الجزئيات البسيطة لعب عليه أنه يفكر، زين أنا بستلم وجاي بهذه السرعة في هذا المكان، زي ما كانت الزاوية اليمنى مفتوحة، ليش ما بدال ما أستلم الكرة كنت أسدد الكرة. أحيانا كرة القدم لا تلعب بالأقدام، لكنها تلعب بإيش؟ بالعقول وليست بالأقدام. لدينا الآن سعد حسين في الجهة اليمنى، الفارو ينقلها إلى حمد سعود، محاولة حمد سعود لأكثر من لاعب، عبد الله معرفي، دييغو جارديل مع محمد سالم، لكن يفضل المراوغة في وسط الملعب. نصل إلى ونلعب في الدقيقة 80 من أحداث هذا اللقاء. شوف هذه الكرة اللي طالب من خلالها سعد أو حمد سعود عفوا خطأ لمصلحة الشحانية، وحكم اللقاء ارتأى خميس الكبرى إنه الكرة ما فيها شيء على الإطلاق. محمد سالم في موقف تسلل، نادر عوض، كرة تعود لمصلحة الشحانية اللي حتى الآن لم يجد الطريق المناسب للوصول إلى مرمى العربي. رضا شامبيل كرة العرضية تصل مرة أخرى إلى عبد الله معرفي في وسط الملعب، هنا المكان المحظور لعملية المراوغة في هذه الحالة بالنسبة لعبد الله معرفي، لكن التسديدة أيضا من سلطان الكواري إلى خارج أرضية الملعب. يظل يحاول يسعى سعود الخلاقي، هو الاسم الأخير. نعم شوف هذه الكرة، موقف التسلل في اللقطة الماضية على محمد سالم، قرار سليم أيضا، والتبديل الأخير بالنسبة للشحانية. سعود الخلاقي مهاجم نعرفه تماما، سعود غرفاوي أهلاوي في رحلات مختلفة لسعود الخلاقي، الآن مع الشحانية يبحث عن الفرصة، يبحث عن التواجد، يبحث عن الثبات، رغم أنه صعب 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 في كل دورياتنا الخليجية. المهاجم المواطن عملة نادرة في كل أو أغلب الدوريات الخليجية، يعني ذاك من ذاك النادي اللي تقول عنده مهاجم مواطن وما يتغير، يعني يمكن ينعدون على الأصابع على المستوى الخليج. يعني أنا ما أتكلم لك عن دورينا، لكن أتكلم لك خليجيا أيضا يعدون على الأصابع على الأصابع. كرة الآن في الجهة اليسرى وصلت لمصلحة الشحانية، آخر 9-8 دقائق على أحداث هذا اللقاء، ولا زال العربي يتقدم بهدفين مقابل لا شيء. هنا الكرة وأحمد فتحي يبعدها إلى خارج أرضية الملعب. برافو أحمد فتحي، لعب مباراة ممتازة، ولدينا تبديل خروج سلطان الكواري اللي حاول كثيرا
ودخول اللاعب سعود الخلاقي. التبديل الأخير في حين أن العرب يعتقد نعم أجرى فقط تبديل واحد، أجرى فقط لوكا تبديل واحد. الكرة العالية رأسية تبعد من أحمد فتحي تعود في الجهة اليسرى، حمد السعود محاولة عادت مرة أخرى منقولة أمامية، نادر العوض يحاول لكن الكرة تبعد أمامية الآن لكنها أقرب إلى حارس المرمى خليفة الدوسري، إلى خليفة الدوسري. الكرة الماضية وأصبح خلاص الشحانية عامل مساحات للعربي في الخلف بصورة كبيرة للغاية، نظرة وطلبا في أن نسجل هدف التخليص. هنا سعود الخلاقي يحاول لكن أيضا أحمد فتحي موجود. هذا سعود، بنية جسمانية ممتازة لسعود الخلاقي، طول قامة، سبع ركنيات للشحنين مقابل ثلاثة للعربي. رأسية أحمد إبراهيم تبعد، لا زالت الكرة موجودة، تلعب من عبد الله معرفي إلى محمد صلاح، محمد صلاح لديه الكرة يبحث عن زميل لكن شوف عودة أغلب لاعبي الشحنية. برافو، يكسب خطأ من رضا الشامبي في هذا المكان في راحة لاعبي. أيضا محمد صلاح أعتقد جائزة أفضل لاعب في المباراة ستذهب إلى لهذا اللاعب. يتم استدعاء أحمد خلفان، تبديل الثاني للعربي سيكون حاضر في دقائق قليلة قادمة. هنا لدينا الثالث، خلاص 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 خلاص، يبقى شامخا عبد القادر لكن بالفعل شوف الهدف الثالث بهذه الطريقة سجل الفاروميخية. نعم هو من سجل ثالث أهداف العربي خطأ في مرماه المدافع من أمام جاسر يحيى، خروج لحارس المرمى ربما يكون غير مبرر تواجد خليفة في هذا المكان، وبعد ذلك نرى الهدف الثالث يأتي ويحسم الأمور بالنسبة للعربي. خلاص العربي خلص الأمور برأس الفارو، بقائد الشحنية الفارو بيريز يقول العربي أهديكم الصدارة المؤقتة والنتيجة ثلاث أهداف مقابل لا شيء، نتيجة ممتازة بالنسبة للعربي. 11 هدف الآن يصبح هجوميا رصيد العربي مقابل 12 هدف فقط في مرمى. هنا لدينا رضا شامبي يسدد لكنها تبعد، لكنها تبعد. اي والله ضرب اكثر من عصفور اليوم العربي، اقول يعني انا اقول لك العصافير اللي ضربها اليوم العربي، يعني اولا خرج من نفق الخسارة التي كانت في الجولة الماضية امام الريان وعاد من بعد خسارة. هنا لدينا تقليص النتيجة والتدخل بوجود ركلة زاوية، جاسر يحيى تدخل بقوة على اللاعب اعتقد سعود او حمد سعود، نعم حمد سعود. شوف هنا مسعد الحمد لعب الكرة العرضية ومن ثم التدخل الذي كان حاضرا وبالفعل على الكرة، الكرة ركلة زاوية عندنا. عموما مثل ما ذكرنا اولا الخروج من الهزيمة التي كانت في الاسبوع الماضي امام الريان والعودة الى سكة الانتصارات، هذا امر ثلاث نقاط مهمة للغاية يكسبها اليوم العربي. كلين شيت جديد حتى الآن بالنسبة للعربي، تسجيل أكثر من هدف كما فعل أمام أم صلال أيضا العربي، أنه فريق إذا ما انتصر ينتصر بعدة أهداف. وعصفور راهي الصدارة المؤقتة من خلال هذه الجولة بالذات، ليش هذه الجولة بالذات؟ محمد صلاح يغادر أرضية الملعب، يستحق أن يكون نجما لهذه المباراة، ودخول أحمد خلفان إلى أرضية الملعب. ليش
هذه الجولة بالذات، لأن هذه الجولة بالذات يا من تتابع وتشاهد يا العرباوي اللي قاعد بالبيت وماجي الملعب اللي طالع المباراة، ها احضر احضر فريقك متصدر بلا قعدات مجالس. ليش؟ لأن هذا الأسبوع المتصدرين راح يبارون بعض، السد والريان، واحد منهم راح يجيك انت فوق الاثنين، واحد منهم راح يتخطاك في الأسبوع. الواحد يقول لك خلي تعادلون، يعني حتى طماعين بالصدارة العربوي. عموما واحد منهم راح يجيك فوق، ولين تعادلوا ايضا الزين بزيادة. امر اخر لخوية او عفوا لدحيل، لدحيل 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 امام الغرافة، واختبار صعب لدحيل لانه متأثر نفسيا من خسارة او خروج الاسيوي، ايضا لا تعلم ما الذي من الممكن ان يحدث. هذا احمد خلفان، احمد خلفان يبون اربعة، يبون اربعة، يلعبها الى دييغو جارديل، دييغو جارديل يبحث، يجد يبحث الى كرة منقولة لاحمد خلفان، ما فيها شيء، محاولة الى خارج ارضية الملعب، الى خارج ارضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة الشحانية. سعد حسين خلاص خلاص سلم سلم، بعد الثالث شحانية سلم أمره، قال لك خلاص الثالث كسر ظهر الشحانية في العودة في المباراة. لو كان موضوع 2-0 ممكن، لكن 3 خلاص وما في وقت، يا دوب هي دقيقة ونص وبعدها ما سيضيف خميس الكواري طبعا من وقت بدل ضايع. كرة في الجهة اليمنى، السلام موجود، ابعاد من ياسين يعقوب، رأسية تصل الى خارج ارضية الملعب، لدينا رمية جانبية لمصلحة العربي في عمل من لوكا. مباراة لما تتكلم عن المدرب مثل ما ينتقد مثل ما يثنى على عمله. اليوم لو تحس انه واضح تعليمات مدرب قاعد تنفذ في ارضية الملعب بحذافير، ها بالنسبة العربي، لانه ما في شيء جاء عفوي، ما في شيء جاء اعتباطا، لا كل شيء 1-2-3 بالنسبة للعربي في هذه المباراة. هنا لدينا يوسف رمضان، وصلت الى جاسر، عادت مرة اخرى، يوسف يحاول في الجهة اليمنى الى خارج ارضية الملعب، الى خارج ارضية الملعب. نادر عوض في الجهة اليمنى، مسعد امامية، امانقوا يحاول التدخل، موجود من احمد خلفان، ولدينا صافرة وجود خطأ، وهنا 3 دقائق فقط تفصلنا على نهاية احداث هذا اللقاء في اليوم الاول من الجولة السادسة. اللقاء الاول الخور وقطر انتهى بالتعادل السلبي، والان في اللقاء الثاني العربي يضرب بالثلاثة الشحانية ويذهب الى صدارة بطولة الدوري عند الجولة السادسة. متى؟ ها؟ من زمان العربي متصدر الدوري، من زمان من قال هذا الكلام بالرابع؟ لا لا، جارديل جارديل يا بالرابع، لكن حكم اللقاء خميس الكواري يرى بأن الأمر لا يستدعي ذلك، لا يستدعي ذلك. كرة تتخلص، راية وتسلل، خلينا نشوف الإعادة، إذا ما يعني الإخوان عندنا يحطون لنا الإعادة، نرى إذا ما كان هناك راية وتسلل على أو عفوا هناك ركلة جزاء ربما لدييغو جارديل. هنا تبديل، خروج جاسر يحيى، قدم مباراة جيدة جاسر يحيى، ودخول علي محمد، علي محمد هو الاسم القادم الآن في تشكيلة النادي العربي. راية وتسلل لمصلحة النادي العربي، دقيقة ونصف مشاهدينا متبقية، كرة تنقل تعود لمصلحة ياسين يوسف، أو بالفعل يوسف رمضان. الآن الكرة ملعوبة عرضية وصلت إلى حارس المرمى خليفة الدوسري،
عرضية محمد سالم. هذه الكرة وهنا لدينا محاولة أمانجوا، التدخل من أمام أحمد إبراهيم، الكرة التي عادت إلى عبد الله معرفي. عبد الله معرفي ينقلها بشكل ممتاز، عبد الرحمن وليد وصلت إلى أحمد فتحي يتقدم الآن، نقلها إلى أحمد خلفه، لكن الكرة مقطوعة. نقترب كثيرا إلى نهاية أحداث هذا اللقاء. الكرة من حمد سعود في الجهة اليسرى، المحاولة التي تأتي الآن للشحانية. برافو عبد الله معرفي، يلعب مباراة ممتازة للغاية، وهنا يكسب محمد سالم رمية جانبية لمصلحة النادي العربي. هذا جارديل كان من الممكن أن يسجل رابع الأهداف، وأعتقد مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكاس يعود العزيز، نعم العربي، نعم أهل شرق، نعم العربي إلى صدارة بطولة الدوري بعد الانتصار على الشحانية بثلاثة أهداف مقابل شيء.